السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شير. نعم تفضل. حضرتك كان في حكم لقيت لحضرتك في رأيين، فكنت عايز أشوف يعني أنا ورأي يعني لا صح فيهم، يعني حكم الضامن قرض الربا. لا يجوز. حضرتك ليك فيديو هتقول فيه لك الخيار وفيديو لا تعينه. لا 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 كلامك غلط، كلامك غلط وأنت تنقل كلام مبطورا. لا 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 طبعا نعرف نقول يعني. في يوم من الايام ما قلت الواحد اضمن واحد راح يقترض بالربا. لا لا حضرتك موجود راجع يا حبيبي راجع. انا انفيه، انا اقول لك الان انا انفيه ولا تنقل ما يشوش به على الناس. راجع. لا 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 لا. لم نقل ابدا لشخص يضمن شخصا يقترض بالربا. اللهم اللي زكاة اشياء فصلت يعني قطعت، وكان السؤال مطولا وهو اختصره، لازم يراجع.